اسمك؟ زينب صفاء. حبيبي زينوبة، حضرتي نواياك؟ أطلقتي نواياك للسنة الجديدة؟ إن شاء الله يا رب بالأمن والسلام، وإن شاء الله يعني أحقق اللي ببالي، وإن شاء الله يعني أطمح للأعلى دائماً. حبيبي أكيد يعني. وين إن شاء الله ناوية تروحين حاليا؟ والله بصراحة يعني تجمع بين الأقارب والأهل والناس، يعني طلعات العائلية. حلو. أي الأماكن العائلية. تلبسين أحمر؟ ليش ملابس أحمر؟ أحمر ما أدري. تحبين تلبسين أحمر؟ لا هو اللون الأحمر هو حلو أكيد. حلو. يمكن ألبس. يمكن لا. أوكي، ممكن تغيري الرأي؟ يمكن أغير رأيي. شنو هي النوايا اللي تمنيتيها وحكيتي بيها ودعيتي بيها ب 2022 وتحققت ب 2023؟ أول شيء أنا شنو طالبة سادس. أي نجحتي؟ أي الحمد لله نجحت. أنا هسه حاليا مرحلة ثانية طب أسنان، وإن شاء الله يعني أني أحقق يعني دائما الشيء أطمح إليه. حلو. وإن شاء الله أوصل أعلى مراتب يا رب، وأرفع رأس أهلي، هاي أهم نقطة عندي. حلو. زينوبة، بما أنه أنت نويتي من العام وتحقق اللي تريدي ونجحتي من السادس، شنو هي أكثر نية أو هدف أو دعوة إن شاء الله راح تلحين بها هاي السنة؟ إن شاء الله أنه أنجح هاي السنة من الكلية. أكيد. صعبة؟ لا هي يعني هي مو صعبة، هي سهلة، بس هي الاعتماد يعني الأكثر شيء على الطالب. أي. زين، شنو توجهين دعوة لكل شخص يشاهدك من أقاربك، من عائلتك، من أصدقائك، صديقاتك؟ أحب أقول لكم إنه كل عام أنتم بألف خير، ويا رب يديم الناس الطيبة إلي يا رب، وإن شاء الله يا رب تحقيق الأمن والسلام هذا البلد. حلو. وأتمنى لكل موفقية والنجاح ومثابرة. حلو. زين زينوبة، أسألك سؤال عن زينب نفسها، شنو تقولي لها ل 2024؟ شنو حكيت وياها؟ او بعدك اذا ما حاكوا وياها فهسه اتمنى ان انت شنو توجهين كلام النفس؟ ان شاء الله تكون سنه خير وتجديد النفسي والعائلتي وطموحاتي كذلك، وان شاء الله يعني انه ابلغ المستوى اللي انا اريده واطمح الى المستقبل البعيد. وهاي حياتي موفقه ان شاء الله على الصعيد الشخصي العائلي العملي والدراسي بكل الاصعده، ان شاء الله تكونين موفقه. طبعا انا كلش سعيده بلقائك وهالشيء كلش فرحني حياتي. طول وجهك عمري انت. زين سولفينا شويه عن العائله، عاده اي عيد تحديدا تكونون كلش مهتمين به؟ عيد راس السنه، عيد الاضحى، عيد الكبير، عيد الصغير، عيد الفطر، اي عيد؟ يعني بصوره عامه كل الاعياد اكيد تكونون مهتمين بيها. بالضبط، التجمعات العائليه هي اهم شيء، ف يعني اكيد يعني العائله اونلاين يعني مهتمه بالاعياد. بالضبط. يعني عائله زينوبة ما عندها فد عيد معين ما لها واهز او ما تحتفل؟ لا 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 الا طبعا شيء اكيد. حلو. زين شجره كريسمس سويتها؟ شجره كريسمس ايه سويناها. حلو. منو ساعدك بيها؟ طبعا خالتي وماما. تحياتنا. حياتي. راح تكملون العادات والتقاليد اللي تصير بهذا اليوم الحلو وتجيبون هدايا لبعض؟ لا بس تحتفلون وكيك واكل وهاي. احتفال كيك واكل بس. بلا ميانة. بلا ميانة زايدة. حبيبي انت نورتيني. عمرك تشوفك بخير. كل عام وانت بألف. مع السلامة. عايش بالصحة والعافية. حياتي. مع السلامة.